مرحبا واهلا وسهلا بصديقتي وباصدقائي وجميع يعني الستات اللي هما دائما كيحافظوا على الجمال ديالهم. دائما لطفه معكم، دائما انها كتقدم لكم الجديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم ماسك اللي هو واحد الفاكهه اللي هي فاكهه ديجا كنت استعملتها لكم في ماسك، ولكن اليوم ان شاء الله جبتها لكم بطريقه اخرى اللي هي طريقه سهله وكذا هي مفيده جدا للبشره. اليوم ان شاء الله راح نعمل لكم ماسك اللي هو توتالي ديفيرون، يعني مغاير عن الفيديو اللي عملت في فاكهة المطوقة اللي كنت خلطتها بالعسل، اللي هو بطبيعة الحال انه عسل حر. فاليوم ان شاء الله هاد الفاكهة جبتها لكم بديزانغراديون واحد اخرين اللي بمكونات اللي هي اخرى. كما كتعرفوا قبل هذا انا دائما كنتكلم عن المادة اللي راح نستعمل بها لو ماسك. دونك كما كتعرفوا بان فاكهة لافوكا هي فاكهة كتحتوي على كثير من المواد الدسمة، هي بالنسبة للذات مهمة جدا لذا كتحتوي على كثير من الفيتامينات، وكذلك الوجه مفيدة جدا بالنسبة للبشرة اللي كتكون هي جد جافة، وكذلك هي مفيدة لتأخير التجاعيد، وكذلك كتعطي مع طبيعة الحال مع المكون اللي راح نعطيكم اليوم، كذلك كتعطي حتى إشراقة للوجه، يكون واحد الوجه نظر، بحيث انه الانسان اللي كيكون كيستعمل دائما ماسك ديال فاكهة الأفوكا إلا أنه كتلقى لابو ديالو كتكون دائما خلص خلص، يعني رطبة. بالنسبة للفتيات اللي عندهم بشرة تخيز وفيرت، يعني ليبور ديالها جد مفتوحين، إلا أنهم كياخذوا هذه الفاكهة وكيخلطوها مع بضع قطرات من الحمض اللي هو الفرنسي يسمى لو سيترون، لان في بعض الدول العربيه كيسميوه الحمض هو الحمض كيسميوه هو الليمون، ولكن حنا في المغرب كنسميوه الليمون سي لورونج، والحمض هو بالفرنسي كيتسمى لو سيترون، هذاك اللي كيكون اصفر، اما الليمون فهو كيكون اللون ديالو اورانج. فما غاديش نطول عليكم كثير. بالنسبه لهذا لو ماسك كناخذ تقريبا لو انتيير، يعني نسبه ديال قد هكا ديال هاد قد هكا ديال هاد الفاكهه، يعني نسبه قليله. وغادي نحتاج كذلك زريقه الكتان، راها معروفه زريقه الكتان معروفه بانها كتسيل اونتيغيل ولديها كثير استعمالات، ممكن استعمل حتى الجل ديالها. بالنسبه للفتيات اللي غادي يستعملوا زريقه الكتان فياريت انهم ما يكونوش كطحنوا كميه كبيره منها لانها هي كتاكسد، بحيث انني انا علاش دايره هاد لا كونتيتي، لانني كنستعملها دائما في لي ماسك اللي كنحضر. انا دائما مدائبه انني كنعمل بزاف تاع لي ماسك، احب هذا، وكذلك حتى كنحب حتى انني كنهتم كثير بنوعية البشرة ديال الوجه، فأنا أحب هذا. كذلك غنحتاجو الليمون، الليمون لورونج، غنحتاجو تقريبا واحد ملعقة كبيرة ممتلئة من ملعقة، كاين الملعقة اللي هي كتكون متوسطة وكاين الملعقة اللي كتكون كبيرة، سيتو كويير غاسو اللي هي كتكون كبيرة شوية غالقة، فكنستعملو ملعقة واحدة. وكذلك غتكون الحاجه ديالنا كذلك واحد ملعقه من الارز الابيض، فالارز الابيض هو كذلك
كيكون مبيض للوجه، وكنقدروا نديرو كذلك حتى انه يكون غوماج. ها هو الارز الابيض، كانت عفوا معروف الرز الابيض هو ارخص نوعيه من الرز، هو اللي كيكون مكركب وغليظ فهو ارخص. هذاك حتى هو اللي كيكون غالي، ما هذا اللي كنتكلم عليكم، ارخص وسهل حتى في انه في الطحين ديالو. اذا غادي نبداو على بركه الله. عندنا فوالا، ها هي عندنا هذيك لا كونتيتي اللي قلت لكم ديال لافوكا، الا اننا غندعكوها وغندعكوها جيدا، وغادي نزيدو معاها واحد ملعقه صغيره ديال زريعه الكتان، وكذلك غادي نزيدو معاها واحد ملعقه كذلك صغيره ديال طحين الارز. على فكره هاد لو ماسك كذلك ممكن لنا اننا نستعملوه حتى للقماش ديال اليدين. هذا سيت ماسك اي قماش في نفس الوقت. فباش غادي نخلطو، غنخلطوه بديك الملعقه كبيره اللي قلت لكم ديال الليمون، وكنبداو في دمج هذه المكونات، فدمجها جيدا او كذلك بالدمج، لان كما كتعرفوا ان الارز راه واحد الشوي ولو انه كطحين فهو كيتشرب ملي كتدير عليه شي حاجه اللي هي سائله، فكتحتاج انها كتشرب هذيك الماده ديال الرز، كتشرب الرز. فكنتظروا وحنا كندعكو، فكنتظروا لغايه انه فوالا هكا كنتظروا لغايه انه ما يكون هذا المزيج مختلط جيدا. انتظروا تقريبا من 2 الى 3 دقائق، بعد عاد اننا نقوم باستعمال هذا الماسك اللي كيرجع على البشره بفائده وفائده جدا. فما كنندموش عليها البنات، يعني اون جينيرال عامة جميع لي ماسك الانسان اللي غادي يستعملهم ما يندمش عليهم، جميع لي ماسك. فكتعرفوا بان ملي كنعملوا زريعة الكتان وكنعملوا طحينة ديال الارز مع لافوكا، حتى لو ان لافوكا ما كتنيلش مزيان، انما ملي كنديروا هاد المواد فهي كتساعدنا على مزج كل المكونات. فاللي عندها قلت اللي عندها لي بور في وجهها ان تقوم بتخليط هذه المواد بشويه ديال الحمض، وعندها لابو ما تخافش، لان باسكو لافوكا هي فيها كثير من المواد الدسمه، ولو انكم تديروا بعض قطرات من الحمض ما تقولوش بان هاد البشره ديالنا غادي تنشف، لا، بس هي كتولي نورمال. انا كنفضل اني كنستعمل ليمون، انا عندي بشره اللي هي طبيعيه، واستعملت الليمون، انا حتى الليمون كيعطي واحد الشراقه، كيعطي واحد الطعم، الطعم كيولي الطعم اللي كيكون برا فاوروبا. دائما باستعمال الايدي، انا كنفضل اني كنستعمل الايدي ديالي دائما في الماسك. وغادي نبدا على بركة الله. اي فوالا، دونك نبداو في تطبيق هاد لو ماسك. فطبيعة الحال حتى التطبيق على العنق لابد منه، فالانسان ما غاديش يداوي او يقومي جهة عفوا وجهة ثانية غادي يخليها. ف كنبداو بالجهة الثانية، كما قلت لكم هذا لو ماسك انا يرى ما كنكون عطيتكم الحاجة الا انني كنكون اصلا كنستعملها للوجه ديالي لعدة مرات، ماشي حيت غادي ندير لكم فيديو انني كنبقى نستعمل عدة مرات، ولكن اصلا
كنستعمل انا لي ماسك طبيعيين كنستعملهم بزاف. ف نتمنى انه غادي يرقكم هذا الفيديو انكم تجربوا. طبيعة الحال انا مازال غادي نكمل الماسك وغادي تخليه تقريبا 20 دقيقة على الوجه ديالكم، وبعد انا غادي نوريكم النتيجة النهائية. 20 دقيقة على الوجه، وما نكرهش انه الانسان اللي يكون غادي يدير الماسك يمشي يجلس في واحد المكان يكون هادئ بالنسبه للنساء اللي كيكونوا ما تابعهم ولا غادي يديروا ميناج ويا سلام غادي يديروا كيكونوا اعطوا وقت لنفسهم الا انهم حتى هذا الماسك يستعملوا حتى بالنسبه لليدين. فكما الانسان كيعالج البشره ديال الوجه ديالو فكذلك نفس الشيء لازم اننا نعالجوا البشره ديال كذلك الكاليتي دو بو ديال اليدين، لان كما تعرفوا بان اليدين كذلك الان كتكون معرضه بزاف الانسان اللي كيدير ميناج بوحدو، كاين الناس اللي كيديرو شيليكون، كاين اللي كيرتاحش دائما في شيليكون، فبطبيعة الحال مع الكحول الشيميك ديال هذيك المادة اللي كنغسلو بها الأواني، فإنه اليدين كيوليو مشحفين، وبالأخص في فترة الشتاء، فهذا ما كيمنعش أنه الإنسان يستعمل قماش حتى بالنسبة لليدين. وبعد انه يدير ان كريم هيدراتون ولا كريم نابورت كيل كريم اللي كتصلح كذلك لليدين. بالنسبه للان راح نتركو غادي نكمل في الماسك لانني بغيت نزلو مازال حتى النصف العنق، خصني نحيد هاد تحتي هاد البيول هذا باش ما داك، غادي دونك غادي نكمل حتى لتحت هنايا والوجه ديالي غادي نعاود اون دوزيام بوش ونخلي واحد مده 20 دقيقه نروح نستلقي في مكان هادئ بطبيعة الحال، ندير واحد الموسيقى هادئة اللي غادي انا تخليني نسترخي حتى انه الاعصاب ديال الوجه ديالي تكون مسترخية باش هاد الماسك يعطيني نتيجة ونتيجة فعالة. فإلى اللقاء ان شاء الله بعد 20 دقيقة، باي. البنات من بعد ما انني غسلت الماسك بلا النتيجة النهائية أكيد أنه كيبان الشونجمون. دائما أنا بعد هذا كنعمل أنواع من الزيوت على الوجه ديالي، غادي نشارك معكم أنني غنعمل بضع قطرات من زيت الكوك وشوية من زيت اللوز زيت اللوز الحلو. ف بطبيعة الحال ناخذ شوية ماشي بكميه كبيره، ف فصل الشتاء راه هذا زيت الكوك انه كيتجمد وراه كيتجمد. انا راه عملته شويه سخنت الفران وبعد سخنت الفران عاودت طفيته، ف باش هذا انه يذوب ليا فكنبداو بأبتي مساج. طبيعة الحل انه كيكون دائما على جميع دائره الوجه والعنق، لان حتى العنق كنا عملنا له كذلك لو كوماج. فبطبيعه الحال الانسان حتى انه يديات كذلك حتى انه الانسان يلهم. فكنبداو ب لو ماساج دائما كنحبد على انه تكون هذه الطاقه ديال الامن، وكذلك بطريقه دائريه على الوجه. ف كتشموا رائحه الكوك، الا كنت عندكم استعملتوا عندكم الكوك الحر فكتبقاو رائحه الكوك انها كتشم كثير ملي كتكونوا اون طران دو غومي. فوالا، ف نتمنى انه هاد
هذا الماسك انه يعجبكم. وكذلك الطريقة الاخيرة، فما تنسوش حبيباتي اللي عجبها الماسك انها تفضل عليا انها تعطيني هي تعليق وكذلك او رأي، وما نكرهش انها تعطيني طريقتها في استعمال هاد الماسك. كنتمنى بانه يرقكم وينال الاعجاب ديالكم هاد الماسك. فإلى اللقاء، ودائما معكم لطيفة. باي باي.